ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الشبور بعد ما طلعتها من الفرن وبردت، الطعم خيال جميل، اتمنى تجربونها بالعافية. مساكم الله بالخير وحياكم الله، مبارك عليكم هالخير، الله يجعله صيبا نافعا. وصفتي اليوم اللي هي الشابورة، هنا عندي كاسين طحين أبيض وعندي كاس حليب، تقدرون تستبدلون بكاس لبن، وعندي كاس زيت، 4 بيضات، وعندي بيكنج باودر وملعقة صغيرة كربونات الصوديوم، وعندي حبة سوداء، وعندي شمر ورشة ملح وملعقة سكر. طبعا الإضافات هذه تقدرون تضيفون نعناع، تضيفون ينسون، تضيفون الإضافات ترجع لكم، أنا أفضل بس الحاجتين هذه. ومع الطريقة، بسم الله، بضيف البيض، 4 حبات بيض، وكاس الزيت، أخفقهم مع بعض. أضيف نص كمية الحليب والنص الثاني أخليه بعد ما أحط الطحين. بالنسبة للزيت اللي يرغب إنه يحط زيت زيتون براحتكم. هنا عندي الكاسين الطحين أضيفهم، وأضيف عليهم باقي المواد اللي هي الملح، السكر، الحبة السوداء، والشمر، وبيكربونات، وكربونات هذا بيكنج باودر، وخلطهم مع بعض. هنا نسيت، لازم اضيف كاس حليب بودرة، أكمل نص الكاس اللي هو كاس حليب، أكمله نص وخلطهم. هنا الصينية اللي بحط بالشابورة، عادي صينية عادية واللي تفتح، فأنا حبيت أحط هذه. طبعا يصير قوام العجينة كذا ثقيل أثقل من الكيك. أسوي السطح حق الصينية، مثل ما تشوفون القوام ثقيل، هنا عندي السمسم بغطي الوجه كله. أدخل الفرن على رف وسط، أدخل الصينية الفرن على رف وسط لمدة 45 دقيقة. بعد ما بردت الشابورة قطعتها مستطيلات كذا، الأفضل نقطع بالسكين المنشار. أرجع أقلبه كذا بالصينية ورجع للفرن حمرة من جديد على خفيف. هنا جبت صينية ورصيتهم بالشكل هذا عشان أحمر الوجه، بعد ما أحمر الوجه هذا أقلبهم وأحمر الوجه الثاني.